السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمس كنت برا، ما استطعت إنه أنا أشيك على البيت المحمي. هذه الشتلاتي، يعني هذه الشتلات جلست راعيها شهر تقريبا وأصبحت بهذا الشكل. أيضا الشتلات هذه نفس الطريقة، لاحظون ذبول كامل. طيب بأمر الله سبحانه وتعالى راح نرويها ما وراح نشوف كيف راح يصبح وضعه. حياكم الله جميعا. طبعا بعد تقريبا 6 ساعات، نعم تقريبا 6 أو 8 ساعات تقريبا، هذه النباتات الأولى بعد الري، طبعا لأنها عقل وفي أقراص جيفي، أفرع إبطية. هذه الشتلات اللي كانت تعبانة اليوم رجعت واستقامت ولله الحمد. تمام. أيضا عندنا الشتلات هذه، طبعا اللي يعني شفتوها في البداية يتوقع أنها شتلات ثانية، ولكن سبحان الله العظيم اللي جعل الماء في حياة لكل شيء. يعطيكم العافية، واصلوا. يعني تتوقعون أنه الأمور صعبة، شوي شوي راح تمشي معاكم الأمور. وفقكم الله جميعاً.